السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. نجاحك في الوقوف صامداً فشل كبير لكل محاولات إسقاطك، فالخوف من المعاناة يضر أحياناً أكثر من المعاناة نفسها. وبيبدأ فيلمنا النهاردة عام 1888 على الحدود الأمريكية المكسيكية مع ألونزو، وهو في طريقه من المكسيك لقرية دراي ريفر بأمريكا. وكانت الفترة دي بيعانوا كل سكان المنطقة من الجفاف والقحط، وبعد طريق طويل بيوصل ألونزو لمدخل القرية وبيبدأ يسأل عن بيت موريتا، لكن ما كانش حد بيرد عليه لحد ما طفل شاورله وبياخده للبيت وبيقول له إن العجوز كان بيعيش هنا من فترة طويلة، وبيتضح إن ده بيت جده اللي توفى فيه من فترة طويلة. وتاني يوم الصبح بيروح ألونزو عشان ياخد مية من البئر الوحيد الموجود بالقرية، وفي طريق رجوعه بيعترضوه آل رايل اللي كانوا متحكمين في القرية وبيحكموها بالقوة والاستعباد، وبيقولوا له إن البئر ده بتاعهم وما ينفعش حد يسرق منه. ألونزو قال لهم إن البئر ده جده اللي بناه زمان، وإنه جاي عشان يسترد البيت وحصته من البئر، ولما شكوا إنه منتحل الشخصية طلع من جيبه عقد البيت ووريه لهم. وبيعرف بعد كده ألونزو إنهم مش هيسيبوه في حاله وأكيد هيقتلوه، فبيقرر يمشي من القرية. وعند البئر كان كوبر وإخواته ريد وفيرن بيستعبدوا أهل القرية وبيتحكموا فيهم، لدرجة إن ريد كان بيطلق الرصاص بالقرب من عجوز بياخد مية من البئر، ولما أطلق رصاصة على الجرس الموجود بترتد الرصاصة في قلب العجوز، وهنا بيخرج ألونزو عشان ينقذه. العجوز وهو بيحتضر شاف ألونزو فبيفكره باباه وبيقول له بيدرو عرفت إنك هترجع تاني، لازم تنقذنا. وهنا بتظهر كلاريسا وهي بتجيب مية من البئر عشان تنقذ العجوز، لكن فيرن بيطلق عليه رصاصة تانية علشان يقتله، وبيقف كوبر وبيقول إن البئر ملكهم وإنهم اللي قرروا مين يشرب ومين يموت. ولما كلاريسا رجعت للبيت باباها بون الكفيف بيقول لها إنه شم ريحة شخص غريب عند البئر وواضح عليه شخص طيب وصادق، لكنها مهتمتش وبتقول له زيه زي أي راجل غريب وصل للقرية وبعد فترة هيمشي. وبتروح كلاريسا بعد كده للبيت عند ألونزو وبتقول له إن العجوز قبل ما يتوفى اتعرف عليك صح؟ قال لها هو اتعرف على بابا لأننا نفس الشبه، فبتقول له إن باباها طلب منه يتعشى معاهم فبيوافق وهو مبسوط. وبالليل بيروح لهناك فعلا، وبدأ بون الكفيف يتحسس ملامح ألونزو فبيقول له إنه فعلا شبه بابا تماما. وعلى العشاء بيسأله بون عن بيدرو بابا كتير، وهنا ألونزو بيقول له إنه كان ناوي يجيبه للبلدة هنا، لكن في رجال هجموا عليه وخدوا منه الأراضي وممتلكاته وقتلوه، لكنه بعد فترة انتقم منهم وقتل كل اللي اعتدى على باباه، علشان كده هرب من المكسيك ووصل للقرية هنا عشان يعيش في سلام. فبدأوا يتعاطفوا معاه وبيسألوا بون باباك ما تكلمش معاك عن دفن كاهن لذهب؟ ألونزو قال له لا، لكن آخر اسم قاله قبل ما يموت كان ميجيل دي ساوندفيل. كلاريسا قالت له إن ده اسم الكاهن وصل للبلدة من فترة وخدع القرويين وهرب. ألونزو فهم تلميحها وقال لها إنه جاي يسترد بيت جده مش أكتر، وهنا طلب بون من كلاريسا تاخده للصندوق اللي فيه متعلقات بابا. ألونزو لما فتحه لقى دفتر رسم البابا وكانت رسومات لأماكن مهجورة وغريبة، وبتاخده كلاريسا لمكان منهم على أطراف القرية وبتقول له إن كان في عربات للتجهيز بتزودنا بالمساعدات كل فترة لكنها ما بقتش تيجي من سنين، وإن آل رايل ما بيسمحوش لحد يخرج بره القرية، وأقرب قرية لهم على بعد 5 أيام بركوب الحصان من هنا. وفضلوا يدردشوا مع بعض شوية، وتاني يوم في الكنيسة بيشوف ألونزو الكاهنة ولما سلم عليها بصت له باستغراب ومشيت، وما زالوا آل رايل بيقتلوا أي شخص يحاول ياخد مية من البئر. وبيتضح إن الكاهنة تبقى مامتهم وبتقول لهم إن بكرة هنبدأ نحفر من جديد ونحاول نوصل للتابوت اللي فيه تمثال الذهب زي ما خططنا، لأن الخبر أكيد هينتشر في القرى المجاورة، ولما الناس تعرف إن في ذهب مدفون هنا كلهم هيجوا للقرية عشان يدوروا عنها، والقرية المتهالكة دي هتبقى من أفضل الأماكن اللي الناس هتيجي تعيش فيها. وتاني يوم بيروحوا عند الكنيسة وبيبدأوا في الحفر عشان يوصلوا للتابوت المدفون. أما ألونزو فكان طول الوقت بيصلح في سقف بيته، وبدأ القحط يستحوذ على القرية بسبب الجفاف واستحواذ الإخوة التلاتة على البئر، حتى إن أهل القرية كانوا بيتسللوا وبيهربوا من القرية. ألونزو وهو بيراقب الإخوة التلاتة في عملية الحفر بيلاقي رسومات بابا لأماكن في القرية، وبيفهم إنه رسم أماكن دفن التماثيل وبيقدر يعرف مكانهم الصحيح، وبيتفاجئ بشخص كان واضح
عليه إنه مكسيكي زيه، بيحاول يهرب من القرية وبيطلب منه مية يشربها، وبدأوا يدردشوا سوا. الغريب بيقوله إنهم بيحفروا من وقت طويل عشان يلاقوا تماثيل الذهب، لكن أولونزو قال له إنهم مش هيوصلوا له لأنهم بيحفروا بالمكان الغلط. وبعد شوية بيجي كوبر وبيطلق الرصاص في الهواء وبيطلب منهم يروحوا معاه، وبياخدهم كوبر للبيت بعد ما فتشوا بيته وخدوا كل شيء موجود. ولما الكاهنة شافت رسومات بابا ما فهمتش حاجة، وبدأت تكلمه عن بابا وإنه كان شغال حفار قبور، وبتأكد له إنهم بيملكوا القرية وهم المتحكمين في كل حاجة. لكن أولونزو قال لها إن القرية اللي بناها بابا وأجداده وإنهم أول ناس وصلوا القرية، وهو رجع للقرية لغرض شريف، لكنهم كانوا شاكين إنه رجع للقرية عشان يدور على الذهب المدفون. وهنا بيوشي بيه الشخص الغريب وبيقول لهم إنه شافه هو بيراقبهم في الحفر، وده خلى شكوكهم حواليه تزيد، ويتأكدوا إن فعلا رجع للقرية عشان التماثيل. ولما أولونزو أنكر ده بدأوا يعتدوا عليه، وبيهاجم أولونزو كوبر عشان يبدأ قتال يدوي بدون سلاح، لكن الإخوة بيوقفوهم، وبتطلب منهم الكاهنة يشرح لهم معنى الرسومات اللي في الدفتر، فقال لهم إنها مجرد رسومات لبابا. وهنا الشخص الغريب قال لهم إنه لما كان بيراقبكم قال إنكم بتحفروا في المكان الغلط، وهنا جن جنونهم بعد ما تأكدوا إنه يعرف مكان التابوت، فهددوه إنه يتكلم وإلا هيقتلوه حالا. فقال لهم إنهم ما دفنوش المقبرة بس، لكنهم استخدموا البستان كمان، فبتكتفي العجوزة بالمعلومات دي، وبتطلب من ولادها يقتلوا الشخص الغريب لأنه كان بيحاول يهرب من القرية، وبياخدوا أولونزو وبيجبروه يحفر في البستان، المكان اللي قال عليه، وفعلا بيبدأ في الحفر لوقت طويل. أولونزو كان طول الوقت مسالم لأنه وصل للقرية عشان يعيش في سلام، وهو بيحفر بيشوف كلاريسا كانت بتتسلل وبتاخد مية من البئر، فبيتسلل وراها عشان ياخد منها مية يشرب، وبالليل بيقول لها إنه لازم يعمل كده لأنهم لما يلاقوا التابوت هيمشوا من القرية، وإنه بيعمل كده عشان هدفه يفضل موجود بالقرية، وبدأ يصارحها بحبه ليها أول ما وصل للقرية، لكنها كانت بتحس بالخوف ومش حاسة بالأمان بوجودها في القرية، وبتقول له لازم توعدني إنك تحارب وتكافح عشان حياتك. وهنا كان بيراقبهم كوبر اللي بيتضح إنه كان متيم بيها طول الوقت، وبيستنى أولونزو يخرج من البيت وبيمشي وراه عشان يقتله، لكن بيعترضه فيرن أخوه وبيقول له إن أولونزو هو اللي هيوصلهم للتابوت اللي فيه التمثال، لازم تتحكم في نفسك وما تخليش مشاعرك تضيع حلمنا. وتاني يوم بيكمل أولونزو الحفر، لكن كوبر كان بيعامله بشكل سيء جدا، لكن فيرن كان بيحاول يحافظ على حياته لحد ما يوصلوا لهدفهم. وتاني يوم بيتفاجئ ريد إن البئر جف تماما، وبدأ يطلب من مامتهم إنهم يمشوا من القرية قبل ما الأحصنة تمرض من الجفاف هي كمان، لكنها بترفض وبتصر إنهم يفضلوا لحد ما يطلعوا الذهب المدفون وبعدين يمشوا، وبتجبرهم الكاهنة بعد كده أهل القرية إنهم يصلوا عشان البئر يطلع مية من تاني، وبتروح لها كلاريسا الكنيسة وبتطلب منها إنها تبعت رجال القرية في رحلة للقرى المجاورة ويطلبوا المساعدة عشان يحفروا البئر بمسافة أعمق، لكنها بترفض تسمعها وبتقول لها محدش هيخرج من القرية. وفي البيت بيحس العجوز بون بالغضب من رد الكاهنة وبيرمي عكازه في النار، وبيوصي كلاريسا إنها تثق في أولونزو ويكافحوا عشان يعيشوا، وبيطلع لها السلاح كان محتفظ بيه وبدأ يدربها عليه. ومع ارتفاع درجات الحرارة وشدة الجفاف والقحط بالمكان كانوا الأخوة متعطشين للوصول للتابوت، وبيفقد أولونزو كل قوته وبيتوقف عن الحفر، وده خلى كوبر يعتدى عليه. وبالصدفة أولونزو بيشوف ظل شجرة ميتة وبيلاقي رسمة لها تماما في الدفتر، فبيبص لمكانها فبيفهم كوبر إن التابوت مدفون تحت الشجرة الميتة، فبيبدأوا في الحفر وفعلا بيلاقوا تابوت خشب موجود، وبيحسوا بالفرح الشديد. ولما كشفوا الغطا لقوها مجرد جثة، وهنا بتقرر الكاهنة إنهم يشنقوا أولونزو تاني يوم الصبح قدام أهل القرية كلها، وبتطلب من أولادها يجمعوا كل حاجة عشان يمشوا من القرية بعد ما يشنقوه. وبالليل كان كوبر بيعذب فيه بسبب إنه كسب قلب كلاريسا اللي كان متيم بيها، لكن الكاهنة بتقول لكوبر روح قول لها إنك بتحبها، فبيخرجوا وبيفضل ريد يراقب أولونزو. وبعد شوية بيمسك ريد سكين وبيقرب من أولونزو، لكنه تفاجأ إنه فك قيوده عشان يهرب. كوبر وهو في طريقه لكلاريسا بتقابله في الطريق ومعاها السلاح، وبتطلب منه يوصلها لمكان أولونزو، لكنه استغل كلامها مع باباها وبيطلق عليه النار عشان يقتله وبيهرب. فبتدخل كلاريسا للبيت ومعاها جثة باباها، وبيرجع أولونزو للبيت وبيجهز سلاحه. والصبح بيخرجوا آل رايل عشان يمشوا من القرية، وفي طريق خروجهم بيتفاجئوا بأهل القرية كلهم بيعترضوا طريقهم، وهنا بيظهر أولونزو وكلاريسا ومعاهم سلاح، وبيطلبوا من آل رايل ينزلوا من على الأحصنة.
ربنا ويرموا الأسلحة. وهنا بدأت الكاهنة تتلون بالفضيلة وتكلمهم عن الخدمات اللي قدمتها ليهم عكس الحقيقة. فطلب منها أولونزو تنزل وإلا هيطلق النار على ابنها فير. فبتنزل الكاهنة مجبرة ووراها أولادها، وبيقرر أولونزو يسلمهم للجيش بعد 5 أيام. ولما يقعدوا بالقرب من القرية، وهنا ريد بيطلب من أولونزو يسمح له يمشي من القرية كرد جميل بعد اللي عمله معاه امبارح. فبتفهم الكاهنة إن ريد اللي خلى أولونزو يهرب، فبتقوم بقتله فوراً. وبينتشر الهرج في المكان بعد هروب كوبر وفيرن ومعهم الكاهنة، وبيبدأوا في القتال وإطلاق النار على بعضهم لحد ما بيدخل أولونزو في قتال مع فيرن، فبيتغلب عليه فيرن، وقبل ما يقتله بيطعنوا شخص من القرية في ظهره وبينقذ أولونزو. أما كوبر لما ظهر حاول يقنع كلاريسا تسيبه يهرب، لكنها بتطلق عليه النار وبتقتله. وبيشوفوا الكاهنة وهي بتهرب بعيد في الصحراء بعد ما موت أولادها نتيجة الطمع والجشع، فبيسيبوها لمصيرها المجهول. وبعد ما تخلصوا من آل رايل الخبيثة، بتقوم كلاريسا بدفن جثة باباها مع أهل القرية، وبتكتمل فرحتهم لما بدأ الجو يمطر بغزارة بعد جفاف وقحط دام لوقت طويل عشان تمنحهم الحياة فرصة تانية. وبيسيبهم أولونزو بيروح يقف في مكان بعيد، بتروح وراه كلاريسا عشان يتضح ان التمثال موجود هنا وكان أولونزو طول الوقت عارف مكانه. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس عشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.